أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي؟ نعم، المدعي يقيم البينة على دعواه، يأتي بالشهود يشهدون له فيما ادعاه، فإذا لم يكن عنده بينة فيحلف المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.